السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. واليوم سوف اشرح لكم تهكير لعبة سماش مول عبر برنامج اللكي باتشر، وهي اللي نبدأ بشرح حلقتنا اليوم. نقوم بالدخول الى تطبيق اللكي باتشر، نقوم بالضغط على خيار اللعبة، ونقوم بالضغط على فتح قائمة باتشات، او هذا خيار الثالث وهو موني اوف باتش. نضغط على خيار الرابع، ونضغط على الصحين في خيار الاول وخيار الثالث، ونضغط على ريبلت دأب. نقوم بالانتظار قليل حتى يقوم بتهكير ملفات اللعبة. وها قد تم تهكير ملفات اللعبة يا أصدقاء. الآن سوف نقوم بالضغط على Go to File، ونضغط على Uninstall and Uninstall، ونضغط على Yes، يعني نقوم بإلغاء تثبيت اللعبة وتثبيتها مرة أخرى. لغينا تثبيت اللعبة، والآن يا أصدقاء سوف نقوم بتثبيت اللعبة مرة أخرى. كما ترون يا أصدقائي تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على تم، ونقوم بالخروج من تطبيق اللكي باتشر، ونقوم بالدخول إلى اللعبة. اللعبة يا أصدقائي كما ترون قدامكم. الآن سوف نقوم بلعب المرحلة الأولى، وهي المرحلة المرحلة الأولى الذي يعطي لنا إياها. سوف أعمل سكيب يا أصدقاء وأرجع لكم. رجعت لكم أصدقائي، لقد عملت سكيب للمهمة. والآن أصدقائي نضغط على هذا الخيار، ونضغط على متجر خيار أو متجر زيادة الأموال، وهو نضغط على أكبر كمية من المال، ولدينا 50,000. كما ترون أصدقائي استطعنا تهكير لعبة سماش مول عبر برنامج اللكي باتشر بطريقة سهلة جدا، واستطعنا تهكير اللعبة بنجاح تام. كما ترون قدامكم فإن عملية الشراء ناجحة، وتم تهكير اللعبة بنجاح، ولدينا الآن أموال طائلة. حسنا أصدقائي، إلى هنا ينتهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله أنها تعجبكم الحلقة. ولا تنسوا تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. وإلى اللقاء يا أصدقائي.